القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يعتمد على الزراعة لتوفير الغذاء والوظائف وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. فخلال العشر سنوات الماضية قامت الدولة بجهود مكثفة لتطوير قطاع الزراعة بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية المحورية. كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأمس القريب شرفنا بافتتاح سيادتكم للمرحلة الأولى من الصوامع بالمنطقة الصناعية وموسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر كأحد صور مشروعات الاستصلاح المتكاملة للجمهورية الجديدة. واليوم ونحن بصدد الحديث عن مشروع تشكى الخير، أحد مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية الكبرى، لذلك اسمحوا لنا بأن يكون عرض اليوم تحت عنوان تنمية الصحراء مستقبل الأمن الغذائي المصري. الحضور الكريم، لقد واجه قطاع الزراعة تحديات محلية متعددة زادت من تأثير حدة هذه التحديات الكثافة والنمو السكاني المتزايد، بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية. وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول، ومن هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية في الدولة المصرية بتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة. ولقد تركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة، مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك. سيادة الرئيس، لقد كان تبني سيادتكم محور التوسع الأفقي مدعوما بمجموعة من الدوافع، من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي، مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ولم يكن اقتحام ملف استصلاح الصحراء بالأمر السهل أو اليسير، حيث كنا وما زلنا نعاني من تحديات صعبة لم نكن نستطيع تنفيذها لولا الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة لسيادتكم والحاجة الملحة لذلك. تمثلت أهم هذه التحديات في ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التحدي الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح. ولذلك فقد بادرت الدولة المصرية بتوجيهات سيادتكم باتخاذ من العديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، كان من أهمها توفير وإتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة، مع إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية في مناطق الاستصلاح المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مع التوسع في إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه، أيضا التوسع في منظومة الصوامع والتخزين. وبناء على ذلك فقد تم دراسة أكثر من 15 منطقة في مختلف صحاري مصر، بلغت المساحات التي تم دراستها حوالي 8 مليون فدان، أسفرت عن وجود مساحات صالحة للزراعة في حدود 5.5 مليون فدان موزعة في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، والمخطط زراعته منها أكثر من 4 مليون فدان ارتباطا بإتاحة وتوافر المقننات المائية.
زرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان بمناطق مختلفة. والخريطة المعروضة تظهر أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر في كل ربوع الوطن، بدءا من مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة، إلى مشروع تشكى الخير في جنوب الصعيد، إلى شرق العوينات والوادي الجديد وأسوان، إلى أرض سيناء العزيزة، ومرورا بمناطق الدلتا ومناطق وسط الصعيد. وهذا التنوع رغم صعوبته وتكاليفه المرتفعة إلا أنه كان ضروري، حيث ساهم في خلق مجتمعات تنموية متكاملة في مناطق مختلفة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة، مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان. سيادة الرئيس، أما على محور التوسع الرأسي فقد كان توجيه سيادتكم الدائم بالاهتمام بهذا المحور في ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية، مع التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة. ولقد كان من الصعب التوسع في استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية. فخامة السيد الرئيس، لقد كان من أهم نتائج تبني سيادتكم هذا الملف هو إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، زيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، وخفض الفجوة في البعض الآخر منها، مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى وصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق، مع تحسن واضح في مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. سيادة الرئيس، يتساءل إلى الأذان في كثير من الأحيان تساؤل هام، وهو ماذا لو، أو بمعنى آخر ما هو الوضع لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء؟ التكلفة كانت ستضاعف إلى أكثر من 3 إلى 4 مرات. لم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، وبصفة خاصة في أوقات الأزمات والتي توقفت فيها سلاسل الإمداد والتوريد. أيضا زيادة في فجوة الواردات الزراعية، كمان ما كناش نقدر نوصل بالصادرات الزراعية إلى هذا الرقم غير المسبوق. وأيضا كانت نسبة البطالة سوف ترتفع، لأن هذه المشروعات تستوعب عدد من العمال. وأيضا تراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. سيادة الرئيس، لقد ضربت مصر مثالا رائعا لعبقرية إدارة الزمن وتحدي الصعاب، لتعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وبدأت الأرض في إخراج كنوزها الثمينة من كافة المحاصيل. وحديثنا اليوم هنا عن محصول القمح، والذي أولته الدولة المصرية عناية خاصة تمثلت أهم تدخلاتها بخلاف ما سبق ذكره تحت بند محور التوسع الرأسي في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في المناطق المستصلحة بأكثر من 700,000 فدان من إجمالي المساحة البالغ قدرها 3,250,000 فدان، 3 مليون. التوسع في منظومة الإرشاد الزراعي، زودنا عدد الحقول الإرشادية إلى 21,000 حقل إرشادي لنشر الممارسات السليمة. أيضا كان هناك دور كبير للمبادرات الوطنية لدعم محصول قمح، زي مبادرة إزرع اللي دعمت 412 مزارع على مساحة 620,000 فدان بدعم قدر 340 مليون جنيه. أيضا كان توجيه سيادتكم للحكومة بمنح المزارعين سعر محفز للتوريد، واستجابة الحكومة وصل إلى 2000 جنيه للأرداب. أيضا استمرار دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وأيضا تمويل منخفض العائد 5%. كل هذه التدخلات وغيرها أدت إلى تحسن موقف مؤشرات القمح. أيضا صدارت مصر لمرتبة متميزة في متوسط إنتاجية وحدة المساحة. أيضا أشادت المؤسسات الدولية بجهود الدولة المصرية في دعم محصول القمح. فخامة السيد الرئيس، وختاما، إنه لمن دواعي الفخر الحديث دائما عن الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية
في ظل الجمهورية الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم بشكل آمن ومستدام. شكرا.